الخامسة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أنا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، نستهل هذه النشرة بأبرز ما فيها من عناوين. الرئيس السيسي يتابع عن كثب حادث التصادم في أسوان ويوجه بتوفير الرعاية الطبية للمصابين والدعم لأسر الضحايا والمصابين. ومدبولي يشهد مراسم توقيع اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بين شركتي إيجس المصرية وإيني الإيطالية. الأخبار بالتفصيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان. وخلال تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الرئيس السيسي أنه وجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم، كما وجه سيادته بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا. وتقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار التنسيق مع الجانب السوداني الشقيق لتطوير حركة النقل النهري بين البلدين من خلال تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، فضلا عن رفع الحالة الفنية لأرصفة الشحن والتفريغ على امتداد الخط الملاحي. جاء ذلك خلال اجتماع سيادته مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات بوزارة النقل، خاصة ما يتعلق بمشروعات الملاحة النهرية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، خاصة ما يتعلق بمشروعات الملاحة النهرية. وقد عرض الفريق كامل الوزير خطط الربط النهري بين مصر والسودان من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للخط الملاحي بين ميناءي السد العالي ووادي حلفة، والذي يبلغ طوله حوالي 500 كيلومتر ويصلح للملاحة النهرية على مدار العام. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في التنسيق مع الجانب السوداني الشقيق لتطوير حركة النقل النهري بين البلدين، لما لذلك من أهمية في تعزيز التقارب والترابط البشري بين الشعبين الشقيقين، إلى جانب تعظيم التبادل التجاري من خلال تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، فضلا عن رفع الحالة الفنية لأرصفة الشحن والتفريغ على امتداد الخط الملاحي. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل عرض أيضا جهود رفع كفاءة الموانئ البحرية المختلفة على ساحلي البحر المتوسط والأحمر، خاصة ميناءي الأسكندرية والدخيلة، فضلا عن سير العمل بتطوير ميناءي العين السخنة وسفاجة، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به. كما استعرض السيد وزير النقل جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، لا سيما الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى مرسى مطروح، خاصة الموقف التنفيذي للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة. وقد وجه السيد الرئيس بالبدء في الخط الثاني من المشروع، والذي سيمتد من العين السخنة إلى أبو سمبل، بما سيساهم في تعزيز حركة السياحة على امتداد هذا الخط من خلال توفير وسيلة آمنة وسريعة للتنقل. كما تم عرض الموقف التنفيذي لإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية، والتي ستساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لرواد قطارات الصعيد، بالإضافة إلى سير العمل في خطي المونوريل شرق وغرب النيل، وكذا تطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT، والذي يبلغ طول مساره حوالي 103 كيلومتر بعدد 19 محطة،
وسيساعد على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور إلى جعل الحركة المرورية أكثر سهولة ويسرى والتخفيف من الكثافات المرورية عليها، مشيرا إلى دور تلك المحاور في الربط بين العديد من المناطق وذلك بما يخدم قاطنيها والأنشطة الاقتصادية والتجارية بتلك المناطق وتحقيق التنمية المستهدفة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات ومنها تطوير الطرق والمحاور بغرب الجيزة وتطوير البنية الأساسية لمدينة شرم الشيخ إلى جانب جهود تطوير المداخل والطرق والمحاور بالمدينة، وذلك في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الدور المحوري للقطاع المالي غير المصرفي في خدمة خطط التنمية في مصر. جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا أعده دكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حول جهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية والتي من شأنها المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية. وأشاد مدبولي بالمؤشرات الإيجابية لعدد من أنشطة هذا القطاع خلال العام الماضي، فضلا عن احتلال مصر المركز الثالث من بين أكبر 5 اقتصاديات عربية لعام 2021. شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم التوقيع على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشركة إني الإيطالية، ويهدف الاتفاق إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطات الغاز المصري من خلال تعظيم الإنتاج المشترك بين الجانبين، بما يسهم في قيام شركة إيجاس وإني بتحديد الأنشطة والفرص الجديدة من أجل زيادة معدلات إنتاج الغاز على المدى القصير. كما يهدف الاتفاق إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر وخاصة بمناطق دلتا النيل وشرق المتوسط والصحراء الغربية. ويتيح الاتفاق الإطاري فرصة توفير تصدير شحنات من الغاز المسال من مصنع إسالة الغاز بدمياط إلى إيطاليا أو أوروبا. استكمالا لخطة وزارة الداخلية في إنشاء وحدات مرور إلكترونية بالأندية والمولات التجارية، أنشأت الوزارة وحدة مرور إلكترونيتين بحي سبورتينج بالإسكندرية والغردقة بالبحر الأحمر. المعاملات في الوحدتين إلكترونية ولا يتم فيهما التقييد بنطاق جغرافي محدد لطالب الخدمة. شهدت الطرق نقلة نوعية وحضارية مع توسع الدولة في إنشاء شبكة ضخمة من الطرق، وهو ما واكبته وزارة الداخلية بتطوير منظومة إدارة الحركة المرورية لتصبح إلكترونية، ونشرت منظومة متكاملة من كاميرات المراقبة على الطرق، واستحدثت وطورت سيارات الإغاثة المرورية. امتد التطوير إلى خدمات تراخيص السيارات من خلال التوسع في إنشاء وحدات مرور إلكترونية بالمولات والأندية الرياضية. في هذا الإطار أنشأت الوزارة وحدة مرور إلكترونية جديدة بنادي سبورتينج بالإسكندرية. المعاملات في هذه الوحدة إلكترونية ولا يتم التقيد فيها بنطاق جغرافي محدد لطالب الخدمة. أنا جيت وفوجئت الاستقبال، استقبال جميل قوي وخدمة حلوة قوي، بقى الواحد ما كانش يتخيلها أنه هو هيجي يلاقي الخدمة دي. وشكرا لوزارة الداخلية ورئيس الجمهورية، خدمة ممتازة. ده تعودنا من وزارة الداخلية في كل أمورها حاجة ممتازة. الموضوع كان سريع جدا وما خدش وقت خالص، والناس في منتهى الاحترام والتساهل معانا في كل حاجة، ويعني انا ربع ساعه وخلصت ترخيص عربيتي، فانا موضوع جديد جدا علينا وحاجه بصراحه تشرف. يعني جماعه هنا في منتهى الادب والذوق والسرعه والتفاعل، الضباط في منتهى التعاون والجمال. بصراحه انا
يعني مش لاقي حاجه اقولها غير الف الف شكر. طبعا احنا بنشكر وزاره الداخليه على المجهود الكبير اللي هي عاملاه والتطوير اللي احنا شايفينه في تحسن في كل حاجه في كل الخدمات الحقيقه. كما انشات الوزاره وحده اخرى بالغردقه بذات المواصفات، مع الاعتماد في تلك الوحدات على نظام الفحص الفني الإلكتروني للسيارات للتأكد من توافر عوامل الأمان بها، وتعمل على مدار اليوم لاستقبال المواطنين من أي محافظة، والخدمة تتميز بأنها سريعة ولا تستغرق وقت، وهو ما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي. النهارده بالصدفه كنت في سيتي مول في الغردقه ولقيت وحده المرور الالكترونيه في الدور الثاني، فاتشجعت ودخلت يعني اسال ايه الاجراءات. لقيت الاجراءات سهله جدا وسلسه جدا، رخصتي خلصت في وقت قياسي وبطريقه سريعه جدا، وانا سعيد بالموضوع خالص وبشكر وزاره الداخليه على التكنولوجيا الجديده الجميله والتطوير السريع اللي هم بيعملوه. بصراحه تطوير كبير جدا وحاجه محترمه جدا، المكان نظيف والاجراءات سريعه جدا. بنشكرهم بصراحه على المجهود الجامد اللي هم عاملينه ده بصراحه، يعني في خلال ثلث ساعه ربع ساعه بالكثير في خدمه نظيفه، في حاجه سبيشال، حاجه يعني حاجه كده فوق الروعه بصراحه. فبنشكر وزاره الداخليه على المجهود الجميل ده. التطوير في الخدمات المرورية شمل استحداث مراكز تكنولوجية متنقلة للخدمات المرورية بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بدأ تشغيلها بعدد من المحافظات تمهيدا لتعميمها على باقي المحافظات، وتقدم خدماتها على مدار الأسبوع، وتقدم ذات الخدمات التي تقدمها وحدات المرور. وهناك خدمة كول سنتر إذا أراد المواطن خدمة الترخيص بمحل إقامته. مزيد من التيسيرات في الخدمات المرورية تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، توسع في إنشاء وحدات مرور إلكترونية ثابتة ومتنقلة، فحص فني إلكتروني، عدم التقيد بنطاق جغرافي، كلها تيسيرات تسهم في تقديم الخدمة بشكل ميسر وحضاري. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. في إطار زيارته لواشنطن، التقى وزير الخارجية سامح شكري بممثلي الغرفة التجارية الأمريكية، حيث تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة. كما أطلع شكري ممثلي الغرفة على الطفرة التنموية الشاملة في مصر ومشاركة الشركات الأمريكية في جهود التنمية المستدامة، خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة. كما تطرق اللقاء إلى رؤية مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 وأهمية دور القطاع الخاص في معالجة ظاهرة تغير المناخ. كما عقد سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، عقد لقاء مع السفير ديفيد هورن كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ. وتأتي زيارة شكري للعاصمة الأمريكية في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين ومواصلة تعزيز أطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية. وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه لا صحة لتلك الأنباء، مشيرة إلى أن تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي يهدف إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار المزارعين بقرى مصر، وإقامة مشروعات أو منشآت ذات نفع عام، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة. نهاية الخامسة، وهذا التذكير بأبرز ما فيها من عناوين. الرئيس السيسي يتابع عن كثب حادث التصادم في أسوان ويوجه بتوفير الرعاية الطبية للمصابين والدعم لأسر الضحايا والمصابين. ومدبولي يشهد مراسم توقيع اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بين شركتي إيجاس المصرية وإيني الإيطالية. ودائما يمكنكم متابعتنا عبر ماسبيرو.إيجي.
دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.